فكرة جديدة وملفتة للأطفال وحاجة كويسة يعني. هو القرد نفسه القرد نفسه هو اللي هو هو اللي زعلان. احنا اتفاجئنا بيها النهاردة، أنا أول مرة أشوفها. اتصورت مع القرد و مع الشمبانزي أو القرد دوت، بس هو يعني شكله بيدل على إن هو عنده اكتئاب يعني. من الدنيا وزمن الدنيا والغلا والناس اللي فيه، هيكشر ليه يعني؟ ما لو مفكوك هيفك، نشوف الدنيا ماسكه على الاخر. احنا مشرفين رحله ذهلنا من المنظر ده، ده مش منظر يدل على رحله خالص. وطبعا احنا جايين نفرح، فلما اشوف منظر ده مش عارف اقول لك اللي انا هيحصل يعني. انا كنتش خايف منه، حاجه جديده يعني بصراحه التماثيل والحاجات دي. بس هي فعلا زي ما حضرتك قلت، هي ايه لو تضحك شويه الاولاد مش هيخافوا يعني وكده. لا مخيف وكبيره قوي، بس مش حلو للاطفال يعني، مش لذيذ للاطفال. الاطفال يعني مرعب يعني، ممكن اخويا الصغير لو جه قعد جنبي ممكن يتفزع لو شافه اصلا. رقيقه كده وتحس ان هي حلوه. في اطفال بتخاف منه زي جرجس كده بيخاف منه. بس الحاجه كل يعني الحاجه كلها انا كويسه وكل حاجه كويسه. بديله السوداني، هو مش مكتئب ولا حاجه، بديله السوداني عشان يفرش يبقى كويس. لا بديله سني فرفش. المتحف انشئ 1906، اتجدد 63 سنه 63 88، كان دور واحد. بعد كده سنه 98 تم عشان يتم تجديده اغلق، قعد تقريبا 18 سنه مقفول. هو طبعا بيضم حيوانات وطيور وزواحف وهيكل عظميه ورؤوس متحنطه من زمان، وبتعتبر ثروه قوميه يعني، لان حاجات كلها اثريه ومنها التمساح الفرعوني من ايام الفراعنه. الحديقه عملنا فيها مجهود كبير جدا، اقدر اقول حاجه فعلا الحديقه تغيرت وجهها الى الوجه الجميل، النظافه بقت سمه في من سمات الحديقه. منطقه العربات التصادميه، المنطقه دي برضو كانت يعني منفره للجمهور وكانت على وضع غير لائق. حولنا المنطقه ديت الى منطقه جذب وعملنا فيها دكه جديده صالحه للتصوير وفي نفس الوقت راحه الجمهور، وادينا المنطقه دي كلها مع السينما اللي هي يعني الخاصه بمكان السينما ال7 دي، مع العربيات التصادميه، مع الدكك دي، كلها بقت تقريبا شكل واحد.